Okay, so as you all know, we already sent you all the list of intentions, also the etiquette during the Mawlid. We'll just give a few minutes for my team to set up the screen sharing for the text of Dibaie. Then we will begin shortly. Okay, just a short announcement for all of us. Can we can all of you name your username properly? Like, use your name, do not use Galaxy Note 5. This is just for security reasons. Okay, Bismillahirrahmanirrahim, we will begin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi sayyidina wa habibina wa shafiina rasulillahi sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyati al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شكرا لك يا ايوه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى روحي شيخ عبد الرحمن الدبائي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, I'm very sorry. Can you all hear me now? Is the sound okay now? Yes. Okay. I apologize for that. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي وارض عن المشايخ
يا ربي صل على محمد يا ربي وارضى عن المشايخ. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي بلغنا نزوره. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد يا ربي تغشانا بنوره. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي حفظانك وأمانك. يا ربي صل على محمد يا ربي أسكننا جنانك. يا ربي صل على محمد يا ربي أسكننا جنانك. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي وارزقنا الشهادة. يا ربي صل على محمد يا ربي حقنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي حطنا بالسعادة. يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واصلح كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي نختم بالمشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجابر والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب
خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب تائبون إلى الله هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين دانم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائن لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه قيل هو آدم عليه السلام قال آدم به أميله أعلى المراتب قيل هو نوح عليه السلام قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من بكم من خالف من الأهل والأقارب قيل هو إبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصناب والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم أمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تقطعه السحائب فجي الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع اتباق ثاقب قدمه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحال والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خاصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب
فإذا ارتقى على الكونين وفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم رده من العرش قبل أن يبرد الفرش فقد نال جميع المارب. فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. هداها بالصراط باسم الحبائب فهزا صبر عطاف الركائب. ألم ترها وقد مدت فطاحا وسلت من مدامئها سحائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. وملت للهما طرب وحنات إلى تلقى المعاني والمناعيب. فجعجع بالزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي داضيب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. فهم طربا كما حمت وإلا فإنك في طريق الخف كاذب. أما حاز العقيق فلا وهذه إباب الهيلات والمضارب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. وتلقى القبة الخضراء وفيها نبي النور يجلو الغياب. وقد صاح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الحنا من كل جانب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب. فكل النفس دونك والتمالي فما دون الحبيب اليوم حاجب. أما اللي بالحبيب بكل قاسي فقد حصل الحنا وأرض الضرائب.
صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من راكب الندائم صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب نبي الله خير الخلق جمعا له على المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المعبد والمناقب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب فلو أن سعينا كل حين على العهد كلا فوق النجائب ولو أن عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تؤم العلا والأصحاب الطرى جميعهم الفائقاته العطائب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب أحمده على ما منه من المواهب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه به أولي الماثر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا في نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحديث أول أم بحر علم الدافق ولسان القرآن الناطق أو هدي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفي عام يسبح الله ذلك نور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم عليه السلام عودا ذلك نورا في طينته قال صلى الله عليه وسلم فأهبطني الله عز وجل إلى الأرض في ظهر آدم عليه السلام وأهملني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل الإبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزال الله عز وجل ينقل من الأخلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى أخرجني الله من بين يدي وهما لم يلتقيا على سفاه قط اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلثي يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلثي يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلثي يأتون بذنوبهم وخطايا عظم فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم ويقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتي يا عز جواهر العقود وخلاصة إكسير سر الوجود مادحك قاصر ولو جاء ببذل المجهود وواسفك عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم من رفعتي والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أهدروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم عرائس معاني أجل الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب الرقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما ناع عنه ظهور شمس الرسالة في سماء جلاله وخرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات
فإن النور المسون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره أهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وذجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون وابتهاجا بوجود المصطفى حمان ولأهل الكون أنس وسرور رون قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا هلا المتاني فهزروا اليمن ضرال واستضيئوا بجمال انفق في الحسن التفارد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعدين مستمرين ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفاخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
السلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل يا حصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسين يا مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدينا نهج سبيلها مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه يا الله في جواري خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ربي واجعل مجتمعنا غاية حسن الختام وعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا
من صلاة وسلام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. We have come to the end of the Mawlid. May we request Ustaz Amin to recite for us the closing dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'an Allahu wa iyyakum mimman yastajibu syafa'ata wa yarju min Allah rahmata wa ra'fata. Allahumma bi hurmati hadha nabiyil karim wa ali wa sahbil salikin ala manhijil gawim ij'alna min khiyari ummatih wasturna bi dhayli hurmatih wahshurna ghadan fi zumratih wasta'mil al-sinata fi madahi wa nusratih wa ahina mutamassikina bi sunnati wa ta'atih وامتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنه فانه اول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فانه اول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم زقنا زيارته في كل سنه ولا تجعل من الغافلين عنك ولا ان قدر سنه اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت بالرداء مغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعات وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سنه على المر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفينا شر الظالمين اللهم اكفينا شر الظالمين اللهم اكفينا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مريئة لا نتبه ها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you, Ustaz. So we have come to the end of the recitation of Mawlid Dibaie.